هذا السائل يقول: كيف يكفر تارك الصلاة ولا يكفر تارك الزكاة مع أنهما غالبا يقترنان في القرآن؟ وما معنى الآية الكريمة في سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون؟ يكفر تارك الصلاة لورود الأدلة نعم على كفره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك. أما تارك الزكاة فإن كان تركها جاحدا لوجوبها فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إذا تركها بخلا مع إقراره بوجوبها فإنه لا يكفر، لأنه لم يرد دليل على كفره كما ورد في تارك الصلاة. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، المراد بالزكاة والله أعلم هنا زكاة النفوس التي هي الطاعة والاستقامة على دين الله. قال تعالى: قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. تزكية النفوس هي طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن التزكية معناها التطهير والنمى والزيادة، والطاعة تطهر النفوس وتنميها وتحل عليها البركة والخير، لذلك سميت زكاة. وتفسير الآية بهذا: لأن الآية مكية، الآية الكريمة مكية، والزكاة زكاة المال لم تفرض إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدل على أن المراد بالزكاة هنا زكاة النفس لا زكاة المال. نعم.